أكثر حرب في التاريخ استمرت لأقل من ساعة وأحد طرفيها سلطان عربي، إلا أنه ليس الطرف الرابح. في عام 1890 أعلنت بريطانيا سلطنة زنجبار محمية تابعة لها، وكان ذلك إبان حكم السلالة البوسعيدية العمانية في زنجبار. فقبل وفاة السلطان سعيد بن سلطان أول السلالة البوسعيدية، حكم العمانيون الساحل الشرقي الأفريقي لقرون، وأولوا زنجبار اهتماماً خاصاً، حتى أنهم اسموها بجزيرة القرنفل، حتى أن سعيد جعل منها العاصمة الثانية لسلطنة عمان. توفي سعيد وتقاسم نجله السلطة لتنفصل زنجبار عن عمان وتصبح سلطنة قائمة بحد ذاتها. حكمها حينها ماجد بن سعيد، تلاه أخوه برغش بن سعيد، وكان آخر من تولى الحكم قبل قدوم الإنجليز هو علي بن سعيد. قاوم السلطان علي بن سعيد التوجهات البريطانية حتى وفاته عام 1893، وشكل حدث وفاته فرصة لتعيين سلطان أكثر خضوعاً لبريطانيا، وهو ما حدث بالفعل بتعيين السلطان حمد بن ثورين. في هذه الأثناء كان ينمو غضب الابن المنسي للسلطان الثاني خالد بن برغش، والذي اعتبر أنه تم تجاهله بعد موت والده بعدم تسليمه العرش، ليقوم بمناورة انقلابية باحتلال قصر السلطنة بعد تعيين السلطان حمد بن ثورين، إلا أنها باءت بالفشل ولملمت ببراغماتية إنجليزية. وبالرغم من فشلها إلا أنها ستبقى حية في عقل الأمير الطموح، إلى أن سنحت له الفرصة الذهبية عند وفاة سلطان حمد بن ثورين عام 1896، وعزوف بريطانيا مجدداً عن ترشيح اسمه استلام العرش. لم يكن الأمير ليسمح بالاستهانة به للمرة الثالثة، فاستولى على قصر السلطنة رفقة 3000 من الجنود الموالين له، مدعومين ببطارية دفاعية صغيرة واليخت الملكي المسلح جلاسكو. ورداً على ذلك، جمعت بريطانيا 400 من الزنجباريين الموالين لها وفرقة من مشاة البحرية البريطانية، فضلاً عن 5 سفن تابعة للبحرية الملكية. أرسل الأدميرال البريطاني هاري لوسون إنذاراً للأمير خالد الذي عين نفسه سلطاناً، وأمهله حتى صبيحة اليوم التالي للانسحاب، إلا أن الأخير رفض. وفي تمام الساعة 9 صباحاً ليوم 27 من أغسطس عام 1896، فتحت القوات البريطانية نيرانها باتجاه قصر السلطنة، ليتوقف صوت المدافع عند الدقيقة 40 بعد هروب السلطان ومقتل 500 من جنوده، لتسجل تلك الحرب رقماً قياسياً في تاريخ الحروب، وفصلاً جديداً في تاريخ الحكم العماني لزنجبار.